مرحبا بالجميع، لنتحدث قليلا عن الأشياء المخيفة، ليس عن الأشباح أو عن المخلوقات الخارجة عن المألوف، بل عن حالة يمكن أن تواجه كل شخص، ألا وهي الغيبوبة، والتي هي عبارة عن غياب ردة الفعل بالإضافة إلى ذهاب الوعي. عند السقوط في غيبوبة يبقى بعض الناس على هذه الحالة لعدة سنوات، ومن بين قصص حزينة عدة هناك قصصا يمكن إطلاق عليها كلمة معجزة، ولهذا سنتحدث عنها اليوم. ولد مارتن بيستريوس في جنوب إفريقيا في عام 1975، وفي عام 1988 في عمر 12 عاما عند عودته من المدرسة أحس بألم في الحلق. اعتقد أن الألم يمكن معالجته بأبسط الأدوية، لكن منذ ذلك الحين لم يعد مارتن إلى المدرسة لأن حالته ساءت كثيرا، ولم يستطع الأطباء فهم ما كان يحدث للطفل. مرت أيام على تلك الحال وأصبح مارتن منهكا كثيرا لدرجة أنه فقد التحكم في جسمه، بالإضافة إلى أنه كان ينام طوال الوقت. بعد فترة قصيرة بدأ مارتن بفقدان الذاكرة بشكل سريع، وأياما من بعدها سقط في غيبوبة لم يعرف سببها. في تلك الفترة كان مارتن يعالج ضد مرض التهاب السحايا والسل الدماغي، ولكن كل هذا لم يجدي نفعا. بعد مدة اعترف الأطباء أن مارتن فقد كليا التواصل مع العالم الخارجي، ولا شيء آخر يمكن تقديمه لمساعدته، ولهذا تم إخراجه من المستشفى، وأخبروا والديه أنهم فقط يمكنهم الاعتناء به وانتظار وفاته. بالطبع كان هناك أملا ضئيلا لشفائه، ولكن الأطباء زعموا أنه لن يتمكن أبدا من العودة إلى حياته الطبيعية. ففي حالة الغيبوبة من النادر للمريض أن يعيش لوقت طويل، وبمقابل جميع التوقعات مارتن بقى متشبثا بالحياة، وبقى في منزل العائلة لعشرة أعوام، وظن الجميع أنه فقد التواصل مع العالم الخارجي. بعد عدة سنوات من مرضه زعم مارتن أنه استرجع وعيه، فقال: كنت غير قادر على الاستجابة كليا، لقد كنت في غيبوبة افتراضية حيث كنت تائها في عالم حيث وجدت التنانين ولا أحد يمكن إنقاذي منه. قال مارتن أنه عندما كان في 17 من عمره استعاد وعيه كليا بالإضافة إلى ذاكرته، ولم يكن باستطاعته التكلم بعد. لقد شعر وكأنه شبحا، لأن الناس كانوا ينظرون إليه وهو فقط كان بإمكانه رؤيتهم. عندما سمع مارتن أمه في يأس تقول من الأفضل أن يموت، كانت تلك أصعب لحظة في حياته. لقد تألم كثيرا، ولكنه فهم بأنها قالت ذلك لأنها اعتبرت نفسها أما سيئة غير قادرة على مساعدة ابنها المحبوب. إن أباه هو الشخص الوحيد الذي آمن بالولد حتى النهاية، حيث كان دائما يساعده على الاستحمام يوميا، ويطعمه ويلبسه ويقوم بالمساج له أيضا لتدريب دماغه. كان الولد يحل مشاكلا في عقله، وفي أحد الأيام كل شيء تغير، وهذا عندما بلغ مارتن سن 25 عاما. لاحظ أحد الممرضين أن إغماءه دليلا على أنه حاضرا، ولهذا نقل إلى مركز متخصص في جامعة بريتوريا من أجل التواصل البديل، حيث خضع للعديد من الاختبارات التي أثبتت أنه على وعي. عندما علمت والدته بالتقدم الذي أحرزه ابنها توقفت عن العمل، وفي العامين المقبلين ولعامين ساعدت مارتن على تطوير برنامجا متخصصا في الحاسوب مكنه من التواصل، حيث يختار الكلمات ويقوم الحاسوب بالتكلم نيابة عنه. وبما أنه تمكن من التواصل كان بإمكانه التخرج من الجامعة والحصول على عمل كمصمم للمواقع في إحدى الشركات، وبفضل إعادة تأهيل طويلة عادت التعابير الوجهية لمارتن وعادت له حركات جسمه العلوي. في عام 2008 التقى مارتن بصديقة أخته جوانا، وبعد عام تزوج وعاش حياة سعيدة في المملكة المتحدة. يقول مارتن: أنا سعيد لما عليه الآن، يمكن للحياة أن تتغير بسهولة، فمن المهم أن نقدر ما نملكه في هذه اللحظة. وفي عام 2011 نشر مارتن كتابا بعنوان الطفل الشبح، سرد فيه حكايته وشارك فيه كل التجارب التي خاضها عندما كان مسجونا في جسمه. أصبح مارتن ينادي الجميع معاملة بعضهم معاملة جيدة يسودها الاحترام والتعاطف،
وألا يستخفوا أبدا بقوة العقل. ولكن بغض النظر عن روعة قصة مارتن، فهي ليست الوحيدة.